سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را میرا خالق صبر دو میں فقیر ہوں تمہارا میرا خالق صبر دو فقیر ہوں تمہارا یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے یہ عطا دستگیری یہ عطا دستگیری کوئی میرے دل سے پوچھے وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا وہی آ گئے مدد کو میں نے جب جہاں پکارا سرکار غوث اعظم مولا علی کا صدقہ خواجہ پیا کا صدقہ مولا علی کا صدقہ خواجہ پیا کا صدقہ میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا میری لاج رکھ لو یا غوث میں فقیر ہوں تمہارا سرکار غوث اعظم کرم خدا را سرکار غوث اعظم نظر کرم خدا را مجھے حکم ہوا کہ قصیدہ غوثیہ شریف پیش کرنا ہے تو ایک شعر کے ساتھ ملا کر اس کو پیش کریں گے تاکہ آپ تمام بھی اس میں شامل ہو جائیں جو عربی کے اشعار ہیں وہ اپنی گردنوں کو جھکا کے سماعت فرمائیں تو انشاءاللہ حضور غوث پاک کے جو الفاظ ہیں وہ ہو سکتا ہے سمجھ میں تو نہ آئے مگر اس کی تاثیر انشاءاللہ دل میں ضرور اتر جائے گی شیئن للہ یا عبد القادر سکین البغداد یا شیخ الجیلانی شیئن للہ یا عبد القادر سکین البغداد نی سقان الحب کسات الوصال فقلت دی خمرتی نحوی تعالی سعت ومشت لنحوی فی کوس فهمت بسکرت بین الموالی فقلت لسائر الاقطاب لم بحالی وادخلوا انتم رجالی وهموا واشربوا انتم جنودی ساقي القوم بالوافي ملالي شربت فضلتي من بعد سكر شربت فضلتي من بعد سكر ولا نلت لبي واتصالي شيئا لله يا عبد القادر
القادر ساكن البغداد لا نجيراني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجلال مقامكم العلا جمع ولكن مقامي فوقكم ما زال عالي أنا في حضرة التقريب وحد يصرفني وحس بي ذو الجلال أنا البازي أشهب كل شيخ ومنزى في الرجال أعطي مثالي كساني خلعة بطراز عزم وتوجني بتيجان الكمال واطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سؤالي شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد أني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد وولداني على الأقطاب جمعا فحكمي نافذ في كل حالي فلو ألقيت سري في بحار لصار الكل غورا في الزوال ولو ألقيت سري في جبال لدكت واختفت بين الرمال ولو ألقيت سري فوق نار خمدت وانتفت من سر حالي ولو ألقيت سري فوق ميت ولو ألقيت سري فوق ميت لقام بقدرة المولى تعالي شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد جيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد جيلاني وما منها شهور أو دهور تمر وتنقضي إلا تالي وتخبرني بما يأتي ويجري وتعلمني فأقصر عن جدال مريديهم وتب واشتع وغن وافعل ما تشاء في الأسمياء لمريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي مريدي لا تخف الله ربي أعطاني رفعة نلت المنال طوبوا لي في السماء والأرض ذوقت وشاوس السعادة قد بدا لي شيئا لله ساكن البغداد يا شيخ الجيلان جيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد اب اگلا جو شعر آنے والا ہے نا وہ بڑا زبردست ہے سبحان اللہ اس وقت فرماتے ہیں جو بھی جتنے بھی لوگ ہیں نا سب میرے حکم کے نیچے جتنے بھی اللہ تو ذرا مل کے پڑھ دیں شیئا للہ یا عبد القادر ساکن البغداد
يعني بلاد الله ملكي تحت حكمي وواقي قبل قلبي قد صفى لمريدي لا تخف واش فإني عزوم قاتل عند القتال نزلت إلى بلاد الله جمال نزلت إلى بلاد الله جمعا نظرت إلى بلاد الله جمعا كخردلة على حكم اتصالي درست العلم حتى سرت قطبا ونلت سعد في مولى الموالي فمن في أولياء الله مثلي فمن في أولياء ومن في العلم وتسري في حالي شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا غوث پاک کا سلام ہے اولیاء میں کون ہے جو میری مثال ہو سکے کون ہے ولیوں میں جو میری مثال ہو سکتے فمن في اولیاء اللہ مثلی ومن في العلم و تسري في حالي شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجنان جياري شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد أني رجالي في غواجرهم صيام وفي بالليالي كالليالي وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال وكل ولي له قدم وإني على قدم النبي بدر الكمال نبي هاشمي مكي حجازي وجدي به نلت الموالي أنا الجيلي محيي الدين اسمي أنا الجيلي محيي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال أنا الحسني والبغدى مقامي أنا الحسني والبغدى مقامي وأقدامي على عنق الرجال أنا الجيلي محيي الدين اسمي وأعلامي على رأس الجبال وعبد القادر المشغور اسمي وعبد القادر المشغور اسمي وجدي صاحب العين الكمال شيئا لله لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني جيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني تقبلني ولا تردد سؤالي تقبلني ولا تردد سؤالي أغثني سيدي انظر بحالي سيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلان جيلاني شيئا لله يا عبد القادر ساكن البغداد يا شيخ الجيلاني نعرہ غوثیہ نعرہ غوثیہ